السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في فيديو جديد من فيديوهات قناة عابر عامر. النهاردة معانا خبر جديد، فيا طبعا في البداية ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان كل حاجة جديدة بعملها توصل لحضراتكم. متنسوش تحطوا اللايك فضلا وليس أمرا. والنهاردة معانا خبر جديد، تعالوا مع بعض نسمعه. حريق هائل في المنطقة الصناعية بالأسماعيلية. خبر بيقول اندلع حريق هائل بأحد المصانع بمنطقة الاستثمار على طريق مصر الإسماعيلية في محافظة الإسماعيلية، وتحاول قوات الدفاع المدني السيطرة على الحريق. غرفة عمليات النجدة بمحافظة الإسماعيلية تلقت بلاغ يفيد نشوب حريق بمصنع الاستثمار، وانتقلت قوة من إدارة الحماية المدنية ودفعت بسيارات الإطفاء وفرضت كردون أمني حول المنطقة انتشار النيران. وهم دلوقتي بيحاولوا يدفوا اطفاء الحريق، وربنا ان شاء الله معاهم باذن الله. وده كان نهايه الخبر بتاعنا، وانتظروني في اخبار جديده واخبار حصريه. فما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس، ما تنسوش تحطوا اللايك فضلا وليس امرا، والى اللقاء في قناه عابر عامر.